عندنا بطاطس متقطعه صوابع، بس بصوا احنا عاملينها ازاي بقى، واخده شكل فيه كيرف اكتر، ملهاش نقول ايه، ملهاش حروف مربعه علشان ما تتهريش معانا، فمدورينها بالشكل ده. تمام، تقطيع عامله ازاي، حتى تقطيعه الجزر برضو نفس النظام، كل ده بيساعد ان هو الخضار بتاعنا يفضل بشكله ما يتفتتش خالص مننا اثناء التسويه. طيب خضرنا النهارده عباره عن ايه؟ بطاطس، جزر، كوسه، عندنا كمان زهرات بروكلي، وفصين من الثوم مفرومين، معلقه كبيره من الصويا صوص، وعندنا كمان مكعب زبده وملح وفلفل اسود، ولو ما فيش صويا صوص هنعمل برضو الخضار السوتيه، مش هيقول لنا لا. تعالوا بينا على طول، يلا هناخد الزبده، هناخد الثوم، وعلى النار سخن حبتين، فانا هرفعه من على النار عشان الزبده ما تحرقش، وانزلها وانزل معاها الثوم. احنا كده بنعمل ايه؟ بنعمل الخضار السوتيه، وده اسهل حاجه ممكن تعمليها، وقبل الفطار بربع ساعه بالظبط. بصوا حلو قوي. يبقى الزبده على النار، هنرجع تاني معلش علشان خلاص بردتها شويه، كان سخنت قوي. حطينا مكعب الزبده، وحطينا معلقه صغيره خالص من الثوم المفروم، ومجرد ما الثوم يبتدي ياخد لون ذهبي فاتح على طول هنزل الصويا صوص، ولو ما عنديش مفيش ادنى مشكله. تعالي بينا بقى نحط الخضار، واكتر حاجه في الخضار ده بتاخد سوا هي الجزر، فهنزل الجزر الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. فين الغطا بتاع الوك ده يا جماعه؟ صدقوا انا اللي مش واخده بالي. تمام، وغطي النار دقيقتين اتنين علشان بس ايه، الجزر زي ما قلنا كده بيحتاج وقت اكتر شويه من بقيه الخضار اللي معانا. معانا الكوسه ومعانا البطاطس، من الحاجات اللي بتستوي بسرعه بسرعه، فعشان كده سبقت وحطيت الجزر على النار دقيقتين، وبعد كده هكمل باقي الخضار بتاعنا. نحط باقي الخضار، عندي الكوسه ونصفي بس الميه بتاعه البطاطس، ونحط البطاطس ونقلب تقليبه، وهسيبهم على النار بقى دقيقتين كمان قبل ما ابتدي احط البروكلي اللي ما بياخدش وقت خالص في التسويه. ههدي النار خالص على الخضار علشان يبتدي يطلع البخار بتاعه ويستوي فيه سوى مش كامل، يعني حوالي 8 دقايق بالكتير. خضار السوتيه على نار هاديه برده، ومغطياه علشان يستوي في البخار بتاعه. بصوا تحفة، احنا بقى عايزينه محافظ على القرمشة والتكة اللي فيه، فهكتفي بكده على الخضار، وابتدي احط له البروكلي اللي ما بياخدش معانا على النار حوالي 3-4 دقايق بالكتير قوي، يعني الخضار لوحده كان 4 دقايق قبل ما نحط البروكلي، هحط البروكلي كمان 4 دقايق واطفي على طول واقدم الخضار. نسينا نحط حاجة مهمة، ندي بقى رشة ملح وفلفل، كمان تقدري تحطي رشة زعتر. فلفل بسيط كده. البروكلي خلاص دقيقتين بالظبط، وهشيل الخضار السوتيه من على النار. تمام، سوا لسه في تكايه كده بتبقى لذيذه في الاكل، ما ينفعش الخضار السوتيه تسيبيه لغايه ما يتهري خالص، بيبقى خلاص كده فقد شكله وطعمه وكمان الاحساس بيه واحنا بناكله.